السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أحب أرحب بكم. هاي الدورة هي عن إلاستيكس. الإلاستيكس هي ليش أحكي أني؟ خلينا ندخل للموقع. طبعا هذا الرابط حاطيكم إياها. الإلاستيك هو Open Source Unified Communication Server. هي سيرفر مبنية على السنتوس. أنا من أحد عشاق السنتوس. مبنية على السنتوس. الفكرة من عندنا أنه تعمل لك سيرفر للاتصالات مفتوحة المصدر Open Source. تقدر تستفاد من عندها. كثير من الشركات تتعامل وياها. حقيقة سبب بدء بهذه الدورة أنه في شخص طلبها من عندي. يعني في موضوع مهم انه خلاني اعمل هذا الدورة وان شاء الله تستفادوا من عندها. طبعا الدورة هي سابق لأوانة، اكيد حنشرح عنها بس هي سابق لأوانة، لكن كون انه في ناس محتاجتها ضروري جدا جدا فهذا حيكون مقدمة لبداية الدورة إلاستيكس. حنشرح بيها اشياء كثيرة، لكن المهم عندنا هي التنصيب. الفيتشرز اللي يعطيك اياها إلاستيكس، تستطيع انه تعمل Voice over IP Server، chat server، fax server، video conference server، وبها ايضا الويب ادمن انترفيس. Elastic هي اتصور شركة اسبانيش، اتصور اسبانيولي، لانه تدخل الموقع مالته كلها بالاسباني. الغريبة انه كثير من الناس طلبت من عندي شرح عنها، كون انه هذا مجرد ما اعرف انه تدخل اليوتيوب كلها باللغة الاسبانية. Add for that، أضيف إلى ذلك أنه ما في شروحات إنجليزية عليها ولا حتى عربية، فحبيت أنه أعمل عليها كمقدمة بسيطة. ما راح ندخل بالتفاصيل، حنشرح كيف ننصبها، كيف نستفاد من عندها. بعد ذلك نرجع لها مرة أخرى، لأنه إحنا تعرفون ملتزمين بدورة Red Hat، مفروض Red Hat نكملها. زين، بالنسبة للناس اللي تحب تعمل communication وياي، فيك أنه تدخل على، لو نكتب محمد عيسى يمكن أنا هيك مشهور. اوكي خلينا نشوف محمد عيسى. اوكي موقع رسمي محمد عيسى، جوجل بيطلعها والواحد. او ماي جاد ذس از جريت. هذا الموقع الرسمي. نحمل، يمكن عندي الانترنت شويه بطيء. على فكره في ناس كثير اشتكت انه الموقع بطيء عندهم. ام سو سوري، انا اعتذر جدا جدا، بس اكيد حشتغل عليها واشوف شنو المشكله. اعذروني كوني وحدي ما في حدا يساعدني، فلهذا ممكن يصير عندي شويه يعني اشكالات. anyway هذا هو الموقع الرسمي، واكيد احنا بالموقع الرسمي حننزل في سكشن الدورات، حننزل في سكشن الدورات ايضا نضيف بها الإلاستيكس. فلا تستعجلون، هي بالبدايه احنا حنشرح التنصيب مالتها، وبعد ذلك ان شاء الله نبدا نكملها، نحاول نعملها وقت. لكن احنا مثل ما قلنا اساسنا هو اخذ شهاده الريد هات RHCSA RHCE. Add for that، ممكن انه تتابعني على الفيسبوك، same thing. اوكي المدونة كمان، واني استغربت كنت انه هذا. اوكي في اليوتيوب ايضا انا موجود. او ماي جاد جوجل لاف مي، يحبني هواية جوجل حقيقة. اوكي في اليوتيوب كمان موجود محمد عيسى. اوكي اكتب محمد عيسى حتلاقيني موجود دائما معك. بالتويتر كذلك ايضا موجود، في التويتر ممكن انه تدخل على التويتر ايضا انا موجود. ها انا زين، هاي طرق انه تتصل بيا. طبعا same thing بال ما بعرف هذا مين، هذا يمكن الفيسبوك تبعي. اوكي this is me، هذا السكشن مالتي. او ماي جاد I'm so sorry. هذا السكشن مالتي. اوكي هذا اصلا هو حسابي يمكن. اوكي this one هو البيج، هذا هو صفحتي البيج. هاي طبعا ادز بعض مرات الاشكال الضحك الطلاب يعني اتكلم وياهم. ف this is my page، فقط مجرد تكتب محمد عيسى حيطلع لك كل شيء، او هنا تكتب محمد عيسى حميد، كذلك هذا بروفايل مالتي. المهم حطينا مقدمة تعريفية عن عن منو، عني اكيد. اوكي خلينا نشوف التايم، خلينا نعمل هاي مقدمة تعريفية وندخل الدرس القادم الى التنصيب. مع السلامة.